ان شاء الله نصلي صلاه الظهر على ارواح شهداء الامه الاسلاميه باكملها ان شاء الله، خاصه شهداء مزدنة وشهداء مصر. نسال الله ان يرحمهم ويتقبلهم ويرحم والديكم ان شاء الله، يستر علينا وعليكم وعلى عوائل المسلمين اجمعين اللهم امين. استووا واعتدلوا الى الصلاه يرحمكم الله. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.